أهلا بكم. منذ العام 2003 وشركاء العملية السياسية يكررون وعودهم بإعادة بناء دولة مستقلة في العراق تتمتع بالسيادة الكاملة على ترابها ومؤسساتها السياسية والعسكرية والأمنية، وهو ما لم يتحقق حتى اللحظة، لأن إشكالية الموقف السياسي والاجتماعي الذي صنعته وفرضته العملية السياسية وصراعات أقطابها المؤبدة والمزمنة والتغول الإيراني عوامل كافية لتقويض وقتل أي فرصة لإعادة بناء دولة حقيقية راسخة وقادرة على تعزيز الهوية الوطنية ونبذ التوجه أو النزعة الطائفية وإحياء هيبة الدولة، وكذلك في ضوء إصرار الميليشيات الموالية لإيران وسلاحها المنفلت على تقزيم دور الدولة وإهانتها وإهانة مؤسساتها كافة. وعود شركاء العملية السياسية القديمة الجديدة في إعادة بناء الدولة في العراق وتعزيز سيادتها وهيبتها هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية: لماذا أعاد شركاء العملية السياسية نغمتهم القديمة عن بناء الدولة الحديثة مرة أخرى في الآونة الأخيرة؟ وهل ثمة فرصة حقيقية لإعادة بناء الدولة في العراق كما تعد بذلك قوى العملية السياسية منذ نحو عقدين من الزمان؟ ووفق أي رؤية أو مقاربة ستبنى هذه الدولة التي يتقاسم مقدراتها شركاء العملية السياسية المتناحرون والمتشاكسون؟ ثم أين هي مقدمات بناء الدولة الأساسية مثل السيادة وهيبة الدولة وقرارها الوطني المستقل؟ وكيف لطبقة سياسية محكومة بدائي مثلث الطائفية والفساد وانعدام الخبرات العامة أن تبني دولة مدنية على أسس حديثة؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، فارس الخطاب. جاءوا قبل 19 سنة وهم يرددون شعارات الديمقراطية والدولة، فإذا بالعراق يفقد كل ملامح وجود الدولة، وتحولت الشعارات إلى سراب والبلاد إلى خراب. مجلة فورين بوليسي الأمريكية في هذا الصدد تقول إن العراق لم يتحول إلى دولة ديمقراطية مستقرة ومزدهرة كما وعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها بعد 19 عاما على الغزو، متسائلة عن معنى هذه الديمقراطية والميليشيات تجوب البلاد والفساد منتشر والخدمات الأساسية ما زالت مفقودة، كما أن السياسيين ما زالوا يصارعون على المناصب رغم مرور 6 أشهر على إجراء الانتخابات الأخيرة، حيث تحارب إيران ووكلاؤها أي تشكيل يستبعد نفوذهم بحسب المجلة. الديمقراطية الموعودة لا تتفق بأي شكل من الأشكال مع التصريحات الطائفية التي تترجم مفهوم الدولة في العقلية الحاكمة حاليا. لم يسمحوا لنا أن نقدم الخدمة لهذه المحافظات لأننا أتباع الحسين. بناء العملية السياسية وضع على قاعدة المحاصصة، فشهد العراق أول تقسيم طائفي وعرقي دفعت البلاد ثمنه غاليا من دماء أبنائه ومستقبلهم وثرواتهم، عندما أوقد الساسة طبختهم على نيران الطائفية وكان الشعب وقودا لها. العملية السياسية في العراق هذه الأيام أصبحت عاجزة عن استيعاب توجهات ومطامع الفاسدين فيها، وتلك الأحزاب والكتل باتت لا تعرف كيف تدير إمبراطوريات فسادها، فأين هي من الديمقراطية؟ بل أين هي من معرفة مفهوم الدولة أولاً؟ النظام الحالي ديمقراطي فقط في أوهام من يرى أن الميليشيات الغارقة في الجهل والتخلف والطائفية أنموذج ديمقراطي يضرب به المثل. هذه المنظمة الكريمة ومن معها من رفاقها، رفاق دربها، كانت لهم صولة منذ 40 عام وساهموا بتغيير النظام من نظام ديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي. مجرد هذه التصريحات تثبت أن العراق اليوم يحتاج إلى دولة تصحح المفاهيم أولاً قبل أن يخوض أي تجربة ديمقراطية.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في الوعود القديمة الجديدة والمكررة للطبقة السياسية في العراق عن بناء الدولة المدنية الحديثة في العراق. ضيف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي هنا في الاستوديو، الكاتب والباحث السياسي طبعا، وسيكون معنا عبر سكايب الدكتور فارس الخطاب أيضا الكاتب والباحث السياسي. أهلا وسهلا بالضيفين الكريمين، حياكم الله. لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي، دكتور، هذه نغمة قديمة عن بناء الدولة، وعود ببناء الدولة المدنية الحديثة الديمقراطية منذ عام 2003. الآن نحن نقترب من 20 عام الدولة الحديثة لم تبنى، لكن هذه النغمة أيضا بدأت تعزف من شركاء العملية السياسية وبشكل لافت. ما المغزى؟ لماذا الآن هذه تصاعدت النغمة مرة ثانية، نغمة بناء الدولة الحديثة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أشكرك أستاذ ماجد وحييك وحيي ضيفك الكريم. الحقيقة هذا السؤال مهم جدا، لأنه يعني الاندهاش من هذا السؤال أو ما يحصل في العراق بعد نحو 20 سنة، ما يقرب من 20 سنة، من عام 2003 من احتلال العراق لحد الآن، توالي هذه الحكومات التي قالت أنه جاءت للازدهار، جاءت لبناء عراق جديد، لتنمية العراق، وإذا بالعراق من سيء إلى أسوأ، وصل يعني الكارثة بحجم لا يصدق. بعد كل هذه السنوات الآن يتحدثون عن مرة أخرى عن بناء الدولة وإعطائنا فرصة لبناء الدولة ونحن مستعدين لبناء الدولة وإمكانيات لبناء الدولة. الحقيقة هذا جزء من التضليل، يعني مثلما اتكوا على الطائفية دائما في الحديث عن الطائفية وتأجيج المشاعر الطائفية والنزعات الطائفية لكي يحشدوا الناس معهم هذه الأحزاب الحاكمة في العملية السياسية، ما عادت تجدي هذه، ربما جزء منها هذه بلسان حكومي يتحدثون أو بلسان حتى حزبي، كل قوى العملية السياسية أيضا تتحدث عن بناء الدولة، يريدون أن يضللوا المواطن ويقنعوا المواطن بأنهم يحتاجون إلى فرصة زمنية أخرى لبناء، لوعود جديدة في البناء، ونحن نحتاج هذه الفترة طويلة. الحقيقة بالمقارنة البسيطة جدا جدا بين دولة أسست عام 1921، الدولة العراقية عندما وصلت بعد 20 سنة إلى عام 1941-40، ما هو حجم البناء؟ بدأت الدولة، ما هم يتحدثون دائما، ما يقولون أنتم لماذا تنتقدون وتقارنون بالدولة، دولة قيام الدولة العراقية الحديثة أسست في زمن احتلال بريطاني، ونحن تأسس دولتنا في زمن احتلال أمريكي، فلا فرق ونحن ماشي. طيب، حتى لو يعني قبلنا بهذه المقارنة وهي غير مقارنة غير صحيحة، مع ذلك نقول، وهنا تبدأ المقارنة، تبدأ المفارقة الكبيرة، أنه من عام 1921 إلى عام 1940 أو 41، لاحظ ما هو الكم الذي بنيت به الدولة العراقية. بدأت من الصفر، لم تكن بها بنى تحتية، لم يكن بها شيء، بلد متخلف، خارج حرب عالمية ثانية في العالم كله، اقتصاده ضعيف، ليس له موارد كثيرة، ما عنده موارد أساساً، النفط كان غير موجود، الزراعة، الناس تعمل بالزراعة والتجارة البسيطة والأدوات، والعالم في تطور والماكينة ظهرت بالعالم ومحتل بريطانياً، لكن مع ذلك هذه 20 سنة بنوا بها مؤسسات، بنوا بها مدارس، بنوا بها تربية، بنوا بها صحة، جسور، تطور البلد، نسبة المتعلمين كم زادت، نسبة المتشافين من الأمراض، نسبة مواجهة الأمراض والأوبئة، كل هذا جزء. الدولة العراقية بنيت وصارت لها هيكلية، وصلنا لعام 41 ثورة مايس، الجيش العراقي قام بمواجهة الجيش البريطاني، ثورة قام بها الشعب العراقي بقيادة الجيش. هذا كله أنت بعد عام 2003 لغاية الآن، ما هو الذي الشيء الذي تأسس؟ هم بدأوا وبنى تحتية كانت موجودة بالبلد، حجم المثقفين، حجم الدارسين، حجم أصحاب الشهادات، حجم الجامعات والمدارس، كلها كانت موجودة، المستشفى، كلها دمرت. 19 سنة، 20 سنة دمرت. فبناء الدولة، لاحظ من بنى هناك ومن يبني هنا، كيف شكل البناء هنا وشكل البناء هناك. ثانيا وهو المهم في هذه الموضوع، أنت عندما ترى قضية بناء الدولة، دكتور، بس حتى أشكرك على هذا الإيجاز التاريخي، في احتفالية ميليشيا بدر
الكاظمي والحلبوسي وبرهم صالح كلهم تحدثوا عن بناء الدولة، هذه النغمة لماذا تصاعدت الآن؟ هذا الذي تحدثت عنه. الآن يحاولون أن يضللوا المواطن. نعم. إنه ما الذي استجد؟ لم يستجد شيئا، هم يعرفون أنهم استجد فشلهم، وانكشفوا كشفت وجوههم وانكشف فشلهم، فشلهم واضح للجميع والشعب ضدهم، وقد برهن الشعب بأنه ضدهم عندما جاءوا بالانتخابات الأخيرة، هذه ما تسمى الانتخابات المبكرة. 90% من الشعب لم يشارك في هذه الانتخابات، فالشعب ضدهم بخندق آخر. هم يريدون أن يضللوا الناس، يضللوا الشعب، إنه إحنا نحتاج إلى فترة زمنية، إلى وقت، تعطونا وقت، لا تخرجون بالشوارع، لا تتظاهرون، لا تنتقدونه، لأنه إحنا في مرحلة بناء الدولة، نحتاج إلى بناء الدولة. يعني الآن فرصتنا في بناء الدولة الآن. وكأنهم جاءوا يعني نزلوا بالباراشوت، الآن نزلوا يعني وجاءوا بشيء جديد، وليس يعني الشعب العراقي يعرف إنهم حتى هؤلاء كلهم. اسمح لي أقتبس لك من كلام برهم صالح على قضية إن الشعب في الاحتفالية يقول يجب أن لا يتحول الحراك السياسي إلى خلاف يهدد المشروع الوطني في بناء الدولة الحديثة، وعلى كل الفرقاء طي الخلافات وإعادة الأمل لشبابنا واستعادة ثقة الشعب باعتباره مصدر شرعية الحكم الحالي. باختصار، هل الشعب كان مصدر للشرعية لهذا الحكم حتى يعني الآن يجري الحديث عن استعادته؟ باختصار دكتور. ما باختصار شديد إيه؟ وبخلاصة نخرج بها بنتيجة ثابتة، إنه هؤلاء مجموعة من الكذابين. نعم. حقيقة، والكذب هو أساس حياتهم. وإذا كان الشعب يهتف سابقا كذاب نوري المالكي، والآن كلهم كذابين. نعم. كلهم الحقيقة، ومن يخرجون بالشوارع يجب أن يهتفوا بأسماء كل الجميع، لأن كلهم كذابين. أشكرك. ولا ويعني فقط لحظة واحدة، لأنه الكاظمي عندما يقول في الفترة الأخيرة، عندما أحس أنه يعني رئاسة الوزراء ستذهب منه وكأنه يودع العراقيين، قال بدأنا أنجزنا مشروع تطوير العراق ونهضة العراق وازدهار العراق، وصلنا إلى مراحل متقدمة فيه. وعلى ذكر أيضا الكاظمي. نعم. دكتور فارس الخطاب، أهلا وسهلا، أسف على تأخرنا عليك شوية. أهلا وسهلا، مرحبا، حياك الله. أهلا. في آخر تصريح لرئيس الحكومة الكاظمي يقول يجب الاستفادة من أخطاء الماضي واستثمار الفرصة الحالية المتاحة لبناء الدولة الحديثة، هل تعتقد أنه فعلا هناك عملية عظة واستفادة من أخطاء الماضي، وأن هناك مؤشرات حقيقية على منهج أو مشروع أو رؤية لبناء دولة حديثة في العراق؟ بالمطلق لا طبعا، لأن الموضوع خارج موضوع إرادة الكاظمية أو حتى إرادة القوى السياسية التي جيء بها لتنفذ أجندة أمريكية اسمها ربما محمد حسنين هيكل في بحث له في 10/3/2003 أي قبل الهجوم الأمريكي على العراق بأيام، نشر وقال فيه أن العراق يشكل مرتكز لهذا المشروع الأمريكي، وأن المشروع مبني على تشكيل دولة المكونات، ودولة المكونات تعني غياب الدولة المركزية الجامعة والشاملة للشعب العراقي وأي شعب في العالم. لذلك حرص بول برايمر على تنفيذ هذه الأجندة من خلال تشكيل مجلس الحكم، والذي بني على محاصصة طائفية واضحة ومؤكدة، وكذلك سنة أن يكون هناك رئيس وزراء شيعي ورئيس جمهورية كردي ورئيس مجلس نواب سني وهكذا. إذن نحن أمام مشروع أمريكي صهيوني، يعني مناحيم بيغن في 1980 قال عدونا الأول العراق، ومتى ما استطعنا تقسيمه إلى 3 أقاليم أو 3 دويلات فإننا سنضمن على الأقل في حدود معينة من الزمن خطر هذا البلد الذي نؤمن بأنه سيكون مصدر دائم للبلوى على بني إسرائيل. لذلك أنا أعتقد أن الجميع هم يخوضون في معتركهم الخاص، معترك المكون الذي يمثلونه، سواء كان هذا الممثل في جنوب العراق أو شمال العراق الكردي أو العربي. هنا تكمن الحقيقة عمليات النفخ في الهواء، وليس في ما يسمى بالدولة، لأن الدولة عبارة عن مؤسسة تخدم الوفاق الاجتماعي للشعب وتخدم مصالح الشعب بما يضمن تطبيق القانون ومساواته
للجميع بدون استثناء عرقي أو قومي أو ديني أو طائفي. هنا أيضا نقف عند مشاكل الحكومات المتعاقبة والتي ربما عم الفساد فيها لأنها تراعي الشؤون المكون على حساب مصلحة الشعب وعلى حساب المصلحة القومية والوطنية للعراق. هنا أيضا يجب أن لا نغادر كل التفاصيل التي مر بها العراق منذ عام 2003 وحتى الآن ونقتنع أو نصغي لما يقوله الكاظمي أو يقوله فلان أو فلان من ربابنة العمل السياسي الذي جيء به ليجعل العراق في فوضى غير خلاقة، في فوضى هدامة، في فوضى تهدم البناء الاجتماعي والنسيج السياسي والنسيج الأمني وتهدر الثروات بشكل ربما لن يصلح مع هذا موضوع العراق لفترات طويلة. أشكرك دكتور رافع. عملية بناء الدولة هل كان مشروعا صعبا عصيبا معضلة كبرى بحيث أنه هذا النظام السياسي الطبقة السياسية لم تحقق منه يعني شيء حتى اللحظة على الرغم من كل ما توافر لها من إمكانيات هائلة، دعم يعني منقطع النظير، إقليمي دولي، موازنات انفجارية، لكن لم يتحقق من هذا البناء لحد الآن، على الأقل كما يقال عربون لإقناع الرأي العام أننا فعلا ماضون بمشروع لبناء الدولة هذه لبناته. أستاذ ماجد، هو أي مشروع يحتاج إلى قرار وإرادة. إن لم يتوفر القرار ولم تتوفر الإرادة لا يمكن للمشروع أن يقوم. لذلك مشروع بناء الدولة في العراق بعد 2003 ليس فيه لا قرار ولا إرادة، غير موجود الاثنين، وسأقول لك لماذا. لأنه عندما تنظر إلى بناء الدولة، فلسفة بناء الدولة، سيأتي بنموذجين، نموذج يعتبره العالم الغربي وتعتبره أمريكا، واحد من فلاسفتها الكبار أو منظريها الكبار اللي هو فرانسيس فوكوياما صاحب كتاب نهاية التاريخ اللي يعني الشهير، هذا الكتاب الشهير، ولديه كتاب اسمه بناء الدولة بأجزاء معينة، والآخر اللي هو يعني ابن خلدون فيلسوف العربي المعروف ابن خلدون. الاثنين تحدثوا عن بناء الدولة، كيف تبنى الدولة. فوكوياما يقول انه بناء الدولة هذه النظريتين اللي موجودة اللي هي اساس بناء كل الدول، فوكوياما يقول بهذه النظرية التي يلهب بها فكر الغرب والرؤية الغربية ويعتبروه منظرا وفيلسوفا للغرب، فيلسوفا سياسيا، وهو استاذ اقتصاد سياسي، يقول انه المؤسسات اذا ما كانت ضعيفة في اي بلد، اذا ما كانت ضعيفة ستؤدي إلى ضعفها، سيؤدي إلى عدم وجود بناء للدولة، ستؤدي إلى انهيار الدولة وإلى عدم وجود مشروع لبناء الدولة. الأساس في بناء مشروع الدولة هو أن تكون هناك مؤسسات فاعلة وقوية وطبيعية وتؤدي خدمات ووظائف جمة للمجتمع وللدولة، وبالتالي تكون. وهذه أيضا ويتحدث عن الثقافة والتعليم، يقول إن لم يكن المجتمع مثقفا ومعلما مخدوم بالتعليم سيؤدي إلى زيادة الجهل، زيادة الأمية، زيادة الناس الجاهلين وغير العارفين، فبالتالي يؤدي إلى ازدياد أعداد من يؤيدون الجهل ويقفون مع التخلف ضد النهضة. وهذه نظرية صحيحة بشكل أو بآخر، لأنه بالتالي أنت لا تستطيع أن تبني تنمية لها تطبيق في العراق بعد 2003. هذا اللي أصل إليه من عام 2003 لحد الآن، هذه غير موجودة. مؤسسات اللي موجودة اللي هي يعتمد عليها وقالوا بنينا مؤسسات لا تقدم أي خدمات. ما هي الخدمات التي تقدم هذه المؤسسات؟ على المستوى الأمني المؤسسة الأمنية غير قادرة أن تعطي للعراق أمنا، على المستوى الاقتصادي المؤسسة الاقتصادية غير قادرة أن تبني سياسة أساسا اقتصادية للعراق ترفه من العراق وتجعله بلدا اقتصاديا. المؤسسة السياسية مؤسسة متناحرة، مؤسسة فوضوية، لم تستطع أن تبني شكلا وهوية عراقية، فبالتالي هذا ما يتحدث عنه. بالجانب الآخر تحدث ابن خلدون عن أن الأساس في بناء الدول في بناء المجتمع هو الإنسان، تبني الإنسان، تبني، لأنه أنت بناء الإنسان هو يؤدي إلى بناء المجتمع، وبناء المجتمعات بشكل راقي وبشكل جيد هو الذي يبني الدولة.
يبني ويجعل ويرتقي بالدولة ويجعل المواطن يتبنى هذا المشروع. يعني اللبنة الأساس هو إنسان سوي، الإنسان السوي راقي. نعم. نعم. وبالتالي يتحدث عن الهوية الواحدة الجامعة. كل ما كانت هناك هوية جامعة، فوكاياما أيضا يتحدث عن الهوية الجامعة، لكن حديث ابن خلدون غير حديث وحديث باختصار دكتور بالله. نعم، الهوية الجامعة هذه التي تذوب بها كل الهويات الصغيرة، مع أنه يحترمها الهويات الصغيرة، لا يلغيها، لا يقمعها، لا ترتفع راياتها، لكن ترتفع راياتها تحت الراية الكلية. الأساسية الكلية، الهوية الجامعة. نعم. لأنه بهذه الهوية الجامعة تلغى المناكفات، تلغى المشاحنات، تلغى القتال، تلغى كل هذه المسميات اللي وصلنا الحال عشائرية وما أعرف منه، وصلنا إلى قبل أيام بينما في ترتيب بين الدولة والمجتمع ترتفع الرايات الطائفية الأخرى وتعتاش هذا التقسيم يعتاش عليها. طيب في النموذجين، النموذج يتحدث عنه فوكاياما والنموذج الذي يتحدث عنه ابن خلدون في بناء الدولة غير متوفرة في العراق، النموذجين بالعكس منهم تماما ما يوجد في العراق. فالحديث عن بناء الدولة سنتحدث كيف، ليس فيه لا قرار ولا إرادة، نتحدث كيف أن هذه الدولة على الرغم من حديث عن بناء الدولة انتهت الدولة في العراق إلى دولة مفتتة وهشة ويعني ضعيفة. دكتور فارس، هناك من يقول أن هناك تضارب، اختلاف في وجهات النظر، ربما تصادم في إدارة أو كيفية أو آلية إدارة الدولة بين طبعا القوى السياسية المكونة للنظام السياسي الذي شكل بعد العام 2003. هل هو فعلا تضارب، اختلاف في وجهات النظر، أم صراع على الدولة والمكاسب المتأتية من إدارة الدولة، حتى وإن أن هذا الصراع قد أتى على الدولة وجعلها في مهب الريح؟ بل هو توافق، الحقيقة توافق في إدارة مصالح هذه القوى التي جاء بها بعد 2003، والتي شكلت الحقيقة قاعدة للبناء التي أسست عليها الولايات المتحدة الأمريكية خطواتها اللاحقة بعد احتلال العراق. مجموعات هزيلة، مجموعات مهزومة نفسيا، مجموعات تعاني من ارتباك في قضايا كثيرة وجدت ضالتها في رعاية أمريكية، وبالتالي جاءت مع الاحتلال ونفذت جميع الأجندة، بدءا من حل المؤسسات العراقية الأمنية والعسكرية وربما مؤسسات أخرى كانت تعنى بموضوع المشروع الوطني العراقي، إلى انتهاء بكما ذكرت تأسيس موضوع المحاصصة الطائفية كأساس لحكم العراق، وأساس أيضا للتفاهم بين هذه القوى حتى تضمن بقاها. الأمريكان الحقيقة أقنعوا بل خبروا هؤلاء الـ ربما الطامعين بالسلطة والطامعين بالمال الحرام السحت، أخبروهم أنهم إذا أرادوا أن يستمروا فعليهم أن يراعوا مصالح بعضهم البعض، وإن اختلفوا في التصريحات أو في المقابلات التلفزيونية هنا أو هناك. الموضوع الحقيقة مبني على تركيبة فاسدة، تركيبة بلا جذر وطني، تركيبة بلا عقيدة، ارتضت أن تكون أداة بيد الجانب الأمريكي أولا، ثم الجانب الصهيوني، ثم الجانب الإيراني. ولديك مثل، يوم أمس فقط أصدرت إحدى المحاكم في العراق حكما على وزير الكهرباء السابق وليس الأسبق، لم تذكر اسمه طبعا، وهذه مخالفة أيضا في شروط الإعلان عن الحكم، لم تذكر اسمه، وحكمت عليه بعد أن اتهمته بالأدلة أنه تهمة فساد ب 800 مليون وأكثر من نصف المليون سلمت إلى شركة غير متخصصة بصيانة محطات الكهرباء، وحكم عليه بستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، تهمة فساد مثبتة. هذه لا تتم إلا من خلال مراعاة الكتل السياسية لمصالحها، وأيضا وضع الأشخاص المناسبين لاستمرار الفساد في اللجان، سواء المالية أو لجان النزاهة وما سواها. وبالتالي خليني أسألك سؤال دكتور فارس، اسمح لي. الحقيقة هناك من يقول أنه من الظلم أن نقول أنه عملية أو مشروع بناء الدولة لم يطلق في العراق، يعني طبعا أنصار السلطة يقولون، بل أن هناك مراحل أولى من بناء الدولة قد بدأت، ويضرب أمثلة أنه الجيش الجديد بني جيش جديد وقوات أمنية وفق عقيدة جديدة اعتمدت في العراق
الإدارة اللامركزية وتخلصنا من الإدارة شديدة المركزية. هناك في العراق الآن نظام ديمقراطي، يقر هؤلاء المؤازرون أن هناك مشاكل تعترض هذه أسس بناء الدولة أو هذا الشكل الجديد من الدولة أو هذه المراحل، لكن الحقيقة هناك لبنات أسس بدايات لبناء الدولة والعملية مستمرة. وأشار دكتور رافع لحديث الكاظمي، نحن مستمرون في عملية بناء الدولة أو التطوير أو التجديد. هذا كلام دقيق عن أنه هناك بدايات لبناء الدولة؟ هذا افتراء وكذب. الحقيقة الجيش الذي يتحدثون عنه أنه بني على عقيدة ربما أكثر شفافية من العقيدة السابقة، هذا الجيش عقيدته دفعته لفتح النار على الشباب المتظاهرين في ساحة التحرير، ويعني الحقيقة أصابوهم بمقتل في الصدر وفي الرأس وفي العين، وكذلك فعلوا في الناصرية وفي البصرة، وفعلوا من قبلها في الأنبار وفي الحويجة. أي عقيدة يحملها هذا الجيش ليقتل أبناءه والمطالبين بحقوقهم الشرعية في المواطنة وفي العيش في وطنهم بسلام؟ أين الوطن عندما يقول أن هناك حكومة لا مركزية؟ بل هي لا حكومة، لأنه في العراق الحقوق ضائعة، ومن لديه معرفة بأي جهاز حزبي سواء كان من هذا الطرف أو ذاك فمصالحه تتحقق ويحصل على ما يريد، بينما الذي لا يملك هذه الواسطة أو هذه العلاقة لا مصالح تحقق ولا حقوق تعطى. الوضع الحقيقة مزري، ليس هناك ما يشير إلى وجود حكومة سوى أنها ربما تعنى بمبيعات النفط وتحويلها إلى رواتب للموظفين. أما بقية العراقيين الذين تقول الإحصائيات أن أكثر من 30% منهم تحت خط الفقر، فلهم الله، لأنه لا حكومة تدفع لهم ولا حكومة ترعاهم ولا حكومة تسدد ديونهم أو حتى تسد عنهم إيجاراتهم وما يأكلون. شكرا. نستأذن من الضيفين الكريمين ومن المشاهدين الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع الضيفين في حلقة طاولة حوار لهذه الليلة. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في الوعود المكررة من الطبقة السياسية في بناء الدولة العراقية الحديثة في العراق. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور فارس الخطاب. دكتور رافع الفلاحي، الحقيقة في كل مرة برهم صالح يكرر حديث عن عقد، نحتاج إلى عقد اجتماعي سياسي، عقد سياسي جديد لتمكين العراقيين من بناء دولة حقيقية ذات سيادة وهيبة ومؤسساته تتسم بالقوة والقدرة. هذا العقد الاجتماعي ما الذي يقصد به؟ هذا حديث مكرر أيضا بالتوازي مع قضية بناء الدولة. إذا كان يتحدث عن عقد اجتماعي، هم يسمون الدستور هو العقد الاجتماعي لبناء الدولة، وهو عندهم دستور يتباهون به ويقولون هذا. طلعت ثلاث نسخ مو نسخة واحدة. طلعت ثلاث نسخ. نعم. واللي كاتب فليدمان هذا الأمريكي وجاء به مترجماً ولكي يطبقه، وضاف له كم فقرة، كل حزب ما يحتاج، كل قوى بما تحتاج وما يلبي طموحاته إضافتها للطائفية، إضافوا ذول إضافوا فدرالية ومشى هذا الدستور ويطبق على العراقيين، وعلى العراقيين يدفعوا دماء وأرواح مقابل هذا الدستور الذي لا يساوي حتى الحبر الذي كتب به. هذه الناحية. لكن الأساس في هذا الكلام، يعني ما الذي يريد أن يقوله؟ هو أسس بناء الدولة غير متوفرة. يعني حديث صفصطة، حديث رئيس الجمهورية الحالي ورئيس الوزراء صفصطة. دكتور اسمح لي، خلينا نأجل هذه النقطة، الحقيقة راح أبحثها، خلينا استكمل وياك هذه النقطة. نقطة أنه بناء الدولة، هناك وعود مكررة ببناء الدولة، والكاظم يقول والآخرون يقولون أنه احنا بدأنا في بناء الدولة، هناك بدايات لمراحل بناء الدولة ونحن ماضون بها، لكن المفارقة أن هذه الدولة التي
بدأوا ببنائها انتهت بعد 20 عام إلى دولة هشة مفككة متناحرة في مهب الريح. هذه المفارقة الطبقة السياسية منتبهة إليها أم أنها كما أوصفت جزء من خطاب التضليل للرأي العام في العراق؟ لا، الحقيقة هو هذا الذي أردت أن أقوله، أنه أساس بناء كل دولة بالدنيا في كل مكان بالعراق ولا بغير مكان، أساس البناء لكل دولة نعم هو أن يكون هناك استقرار سياسي، استقرار اقتصادي، استقرار أمني. لأن الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي والاستقرار الأمني يولد تنمية، يشجع على بناء تنمية. نحن في العراق منذ 20 سنة، منذ 2003 لحد الآن، ليس هناك لا استقرار سياسي، لا استقرار اقتصادي، لا استقرار أمني. هناك فوضى عارمة. طيب كيف تبنى الدولة في ظل هذا المناخ من الفوضى، الفوضى العارمة المدمرة القاتلة؟ وهذه مطلوبة، وهذه يعني لم تأتي. هو قال كاظمي في آخر تصريح أنه هذا العملية، أن عدم الاستقرار السياسي أمر مقلق وسيعرقل بناء الدولة. طيب ما حتى الاستقرار الأمني، هو لديه مليون جندي. نعم. استقرار الأمني، خلينا نروح على الاستقرار. نعم. الأمني لديه 17 جهاز أمن، مكافحة الإرهاب وما أعرف منه وتجسس ومخابرات وما أدري منه، 17 جهاز أمني، والميليشيات واقفة في باب المنطقة الخضراء تضع صورته تحت أقدامها وتدوس عليها القائد العام القوات المسلحة، وعندما يعتقل واحد من عندهم يتهموه بجرائم يدخلون إلى المنطقة الخضراء ويخرجوا. بل إن الميليشيات قتلت لواء ركن في الناصرية. نعم. مدير استخبارات، ويهددونه علنا للمالكي للكاظمي، ويرسلون طائرات مفخخة مسيرة تقصف بيته، ولا يستطيع أن يقول، هو يقول نعرفهم، ولا يستطيع أن يبوح بأسمائهم. شكل لجنة تحقيقية. طيب ما هو شكل الاستقرار الأمني؟ إذن أنت ليس لديك لا استقرار أمني، وأنت غير قادر أن تحقق الاستقرار الأمني، أنت غير قادر. أن هو يقول أنه أعطوني فرصة أخرى لبناء الدولة وسحب السلاح. نعم. كيف تسحب السلاح؟ أنت الميليشيات في باب المنطقة الخضراء تدخل عليك المنطقة الخضراء، غير قادر أن تقول من هم، وضباطك ورتبك هذه اللي خالهم من المنطقة الخضراء يفتحوا لهم الأبواب، ولا يستطيعون أن يتحدثوا معهم بكلمة واحدة، ولا يستطيعون أن يزجروهم بكلمة واحدة إلا بالرجاء والتوسل. هذه الحقيقة يستعرضون في الشوارع، وأجهزتك الأمنية تقول ما ندري. فبالتالي أنتم أمام حالة غريبة عجيبة. طيب حتى في قصف بيته، ما جت الطائرات هاي المسيرة وضربت بيته والعالم كله معه، حجم التأييد الخارجي الإقليمي والدولي مع الكاظمي غير مسبوق، والواحد يندهش من هذا التأييد الكبير. أنت تشعر في تلك اللحظة أنه هذا مؤيد إقليميا ودوليا للقيام بعمل ما ضد هذه الزمرة التي قصفت بيته. بعد هو هذا الرمز، القائد العام قوات المسلحة ورئيس الوزراء ورمز هيبة الدولة، وإذا به يخاف أن يقول حتى أسماءهم، من هؤلاء الذين قصفوا لحد الآن بشكل لجنة؟ وين اللجنة هذه؟ ومتى سيقولها؟ بالتالي هذا الحديث عن بناء الدولة وانطونا فرصة ونسحب السلاح من الشارع وما أعرف شنو ونقضي على الفوضى، كذبة كبيرة، مجرد محاولة للتضليل، محاولة لشراء وقت لاستمرار العملية السياسية والاستمرار من البقاء على الكراسي ليس أكثر. دكتور فارس، يعني هل بقيت فرصة حقيقية لإعادة بناء الدولة في العراق بعد هذا الحصاد المر، هذا الركام الكبير، الدولة خراب ويباب منذ عقدين من الزمن، هل بقيت فرصة حقيقية لأن تبنى الدولة؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الجماعة الحاكمة في العراق أو المتنفذة في العراق لا تريد أن تغير الأوضاع، لأن مصالحها مرتبطة بهذه الأوضاع. والآن نشهد جميعا بعد نتائج الانتخابات الهزيلة الأخيرة، الكتل التي لم تفز والتي لم ترتقي بنتائجها إلى مستوى المنافسة هي تعرقل الآن حتى تشكيل الوزارة وانتخاب رئيس الجمهورية. هناك رغبة شديدة وأكيدة على أن يستمر الوضع على ما هو عليه، بل هو طلب دولي، طلب من الدول الكبرى المتحكمة بالملف العراقي، سواء الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو سواها. لأنه دكتور فارس، هذه اسمح لي الطبقة السياسية، اسمح لي فارس، دكتور فارس، هذه الطبقة الآن تحكم العراق والعالم كله يؤيدها، ما الضير عليها؟ ما الضرر الذي سيقع عليها لو أن كان في العراق دولة مدنية حديثة على أسس ديمقراطية حديثة؟ هذه الطبقة تحكم العراق،
مضر عليها، أفضل لها من أن تكون دولة فاشلة محطمة، صفر خدمات، صفر هيبة، صفر قرار سيادي. أستاذ ماجد، أي دولة تنشأ في العراق أو تنشأ في العراق على قياسات صحيحة لبناء الدول سوف تحيل كل هؤلاء إلى المحاكم، ولهذا لا يسمح أحد منهم بتشكيل هذه الدولة، كما لا تسمح الولايات المتحدة وإيران بتشكيل دولة. أنت الآن المثال صارخ عندما تقصف الولايات المتحدة الأمريكية مقراتها الدبلوماسية وقواعدها، لا تضغط على أي كيان من كيانات هذه الدويلة الهشة، هي تريد الوضع هكذا حتى وإن قصفت بعض مواقعها أو بعض بعثاتها الدبلوماسية. المطلوب أن يبقى العراق مفككا بلا هيبة، بلا دولة، بلا قرارات، بلا مؤسسات، بلا جيش. الجيش الذي هرب في 2014 لا يمكن أن يحمي بلد في 2022 أو 2025، لذلك هو مصمم لقتل الشعب عندما ينتفض الشعب ضد هذه القوى الفاسدة والقوى التي حتى لا ينطبق عليها وصف العمالة، لأنها من أراذل القوم، من الذين يتبعون الهوى ويتبعون أموالهم الفاسدة أينما كانت وأينما حطت. نحن أمام مأزق كبير، إما أن يقوم الشعب بالمبادرة بشكل كامل وينهي هذا الحكم بثورة عارمة تجبر حتى القوى الدولية على التعامل معه باحترام من أجل التوصل إلى حل وسط، أو أن نبقى هكذا إلى ما شاء الله. دكتور، مع هذا الحديث المتصاعد والمكرر عن بناء الدولة من كل شركاء العملية السياسية، يعني وفق أي رؤية أو مقاربة هذه الدولة يريدون أن يبنوها؟ طبعا إذا عزموا على بنائها هذه كيانات أو قوى سياسية أو طبقة سياسية الحقيقة من أقصى اليمين إلى الأقصى اليمين، فكريا، أيديولوجيا، ارتباط بالخارج، وفق أي رؤية؟ هل يستطيعون أن يقدموا رؤية موحدة لبناء دولة حديثة إذا ما أرادوا فعلا؟ لا أبدا، هؤلاء لا يريدون، يعني ليس لديهم قرار، ليس لديهم إرادة، يعني دولة دينية على غرار الولايات الفقيه، أبداً قومية، أبداً ليبرالية، علمانية، لا أحد يعرف. المطلوب إقليميا ودوليا أن يبقى العراق ضعيفا، وأن يبقى العراق ضعيفا أوكلت مهمة إلى هؤلاء الصغار، هؤلاء الأجراء، لتنفيذ هذا الموضوع، لكي يحافظوا على قطار العملية السياسية وقطار الاحتلال على السكة طوال هذه السنوات. والدولة في العراق دكتور ليست فقط ضعيفة، إنما الحقيقة دولة مشوهة، الشكل النظام فيها شكل مشوه، لا تستطيع أن تضعه على أي معيار. نعم، لأنه أنت الفكر الذي جاءوا به فكر مشوه شاذ. الآن أنت تلاحظ على العراق، وصلوا العراق إلى هم يعني اشتغلوا طوال الفترة الماضية على المجتمع، فتتوا المجتمع بأفكار طائفية، بالتغيير الديمغرافي، فبالتالي حولوا واشتغلوا على المؤسسات، دمروها وعادوا بنائها بطريقة خاطئة، الفساد والخراب في كل مكان، لا تنمية موجودة، الاقتصاد مشوه، ليس هناك سياسة اقتصادية، ليس هناك سياسة عامة، ليس هناك سياسة اجتماعية. الآن أنت تلاحظ على العراق مجرد جزر متباعدة متنافرة فيما بينها، بوصلتها غير واحدة، يعني البوصلة أكثر من بوصلة، أكو بوصلات كثيرة، الاتجاهات والأهداف والتوجهات والنوايا تختلف، ثقة غير موجودة بين كل الشركاء، من يسمون نفسهم شركاء بالعملية السياسية، ثقة غير موجودة، فبالتالي الكل يعمل لمصلحته، يعمل لهذه الجزيرة الصغيرة التي يحكمها، وهذا يلبي طموح إيران أولا، لأنه هذا سيبقى العراق ضعيفا بلا دولة، بلا دولة بالمعنى الصحيح، لأنه بناء الدولة يحتاج إلى أسس، إلى 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 بنى تحتية تقوم به وتنشأ، وهناك نهضة وتنمية وسياسات اقتصادية وسياسات عامة وسياسات اجتماعية، سياسات تعليمية. أنت تلاحظ الآن من عام 2003 لحد الآن كم عدد الذين يعني الآن لا يقرؤون ولا يكتبون، أميين، بعد أن كان العراق خالي من الأميين، إيش قد عددهم الآن؟ يزيد عددهم عن 10 ملايين عراقي لا يقرأ ولا يكتب. لماذا؟ أنت تلاحظ حجم المستشفيات والأمراض التي في العراق كم صارت، وكم تلاحظ الطرق، إيش قد أعداد العراقيين الذين يموتون على الطرق، متروكة هاي الطرق، كيف خرابة. كيف هذه تريد هذه الطبقة أن تبني دولة على أسس حديثة
وعد هذا الكم الهائل من الأميين في العراق. هذا أليس عمدة هؤلاء المتعلمون؟ هذا ما أقوله. فبالتالي أنت، لذلك أنا أقول لا قرار ولا إرادة في بناء الدولة موجودة. القرار والإرادة موجودة بالخارج، هي من تتحكم. هذه شكل العراق اللي موجود، شكل فوضى وخراب وكذب وادعاءات باطلة ومحاولة تضليل ومحاولة شراء وقت والنيل من المعارضين. من يعارضك تقتله، وما حدث في ثورة تشرين هذا الذي حدث. الشباب اللي خرجوا قتلوهم وتهديدهم وسلاحه، فقوة السلاح من تفرض نفسهم، يعتقدون أن قوة السلاح ميليشياتهم هذه قادرة وبكل أمية وبكل جهل وبكل جهالة تجهيل الشعب، محاولة تجهيل الشعب لكي يصبح الشعب مؤيد للخراب، مؤيد لفكرة السكون والبقاء متخلفاً، وليس مؤيداً لفكرة النهضة وفكرة الازدهار والبناء والتنمية. لا يعني هواي كثيرين لا يؤيدون هذا، يؤيدون يعني كثير من الأفكار الخرافية، كثير من الأفكار الغريبة العجيبة، وبالتالي ينساقون بهذا الاتجاه، هم يريدون بهذا الشكل. ومن يخالف هذا يواجهه بالسلاح. وأن تنظر يعني حتى على مستوى العقيدة بينهم، حتى على مستوى العقيدة، ذاك اليوم الصرخي هذا مو، حتى على مستوى القول، هم يقولون احنا ديمقراطيين نؤمن بالافكار، نؤمن بتلاقح الافكار ونقبل الفكر، حتى المسيء نقبله ونناقشه ونقبله. لاحظ ماذا فعلوا، دمروا كل شيء ويقتلون الناس بالشوارع لانه خالف فكرهم، لانه مصالحهم تضرب في هذه القضيه، بغض النظر ان يقول صح او خطا، ناقشوه. ما أنتم الأكثرية وأنتم لديكم فكر، لديكم تقولون فكر، ولدينا مرجعية ولدينا رؤية ولدينا وحكم، الآن الحكم بيدكم. أشكرك. طيب لماذا لا تناقشوا؟ لماذا تستخدمون السلاح والتوثية وجمعت أبو توثية وجمعت أبو طلقة؟ هذا كلام غريب عجيب، هذا لا يبني دولة. ميليشيات وعصابات ومخدرات وفوضى، لا يمكن أن تبني. دكتور فارس، هل مأمول أو متخيل أو متصور أن طبقة سياسية محكومة الحقيقة بداء بثلاثة رؤوس، الطائفية والفساد وانعدام الخبرات، الجهل في الإدارة في السياسة، أن تبني دولة مدنية على أسس حديثة، متخيل هذا الأمر؟ كل تأكيد لا، طبعا الجواب لا، لكن احنا نراهن على شعبنا العراقي، الشعب الذي يعني أفشل المشروع الأمريكي، الذي ربما كان يحلم بتعميم التجربة في العراق على بقية الأقطار العربية، أفشلتها المقاومة العراقية وأفشلتها المؤسسات الواعية التي بثت الوعي بثقافة المقاومة، وعلى رأسها هيئة علماء المسلمين على سبيل المثال. أيضا نراهن على الشعب العراقي بأنه كما أنتج ثوار تشرين هذه الطليعة الشابة التي ولدت من رحم هذه الفترة رافضة ومستبسلة بالرفض اتجاه هذه المشاريع، سيولد أيضا قناعات وشباب وطبقة واعية بمستوى العراق الذي يفترض أن يكون عليه. لذلك أنا لا أراهن على هؤلاء، لأن هؤلاء كما ذكرت هم رهناء، هم الآن رهناء هذا الموقف، رهناء هذه العملية الفاسدة، هم يقتاتون منها ويحتمون بها. ومن يقرأ رواية ربما 100 عام من العزلة يعني يطبق الموضوع على العراق. هناك مجتمع يعيشون فيه اسمه المنطقة الخضراء، لا يعنيهم ما يدور حول المنطقة الخضراء وخارجها، هم يعيشون ويجتمعون ويقيمون حفلاتهم ويسكنون القصور التي أسموها بقصور الدكتاتور ويتمتعون بمال الحرام ومال السحت. لذلك الموضوع برمته يحتاج إلى وقفة شعبية، يحتاج إلى زيادة الوعي، برامج القنوات الفضائية الهادفة، أيضا رجال الدين، المؤسسات ربما ذات الطابع الحقوقي، حقوق الإنسان، عليها توعية الشعب، زيادة نسبة الوعي، وبالتالي ستزداد مواجهة هذا الحكم الفاسد، وبالتالي أيضا سيجبر على أن يترك هذه المنطقة إلى الشعب الذي يستحق أن يكون فيه، وتكون هناك حكومة رشيدة. دكتور، نفس السؤال، هل متخيل أن هذه الطبقة السياسية قد تشرع فعلا الآن، لنطوي الماضي، صفحة الماضي، أن تشرع ببناء أو إطلاق مشروع لبناء الدولة؟ وسؤال أيضا متعلق به، هذه الدولة، هذا النظام السياسي جاء وجد دولة، أوكي، واجهتها كثير من التحديات، هناك حصار وحروب، وهي دولة الحقيقة يعني على الأقل
في الكثير من مفاصلها دولة مدنية ودولة حديثة. لماذا لم يكملوا على ذلك البناء في بناء الدولة، بناء الدولة الذي تأسس عام 21 وأكملوا هذا المشروع، وخاصة أنهم قد أتيحت لهم فرصة لم تتح لغيرهم من أموال، من إمكانيات، من دعم؟ لا، ما هو القرار، وهم جاءوا لغير هذه المهمة. هم جاءوا لنصف الماضي، لحرق الماضي كله ولتدمير كل بناء الحقيقة. لذلك كل الانتقادات وجهت إلى كل البناء الذي يعني جرى قبل 2003. أنت تجرف الدولة بالكامل وتقول نعم. سنبني دولة. هذا الذي فعلوه. وهذه النظرية البريطانية أنه العراق، البريطانيين قالوا نحن أخطأنا، وهذه الكذبة الكبيرة أنه هذا العراق يعني إحنا بنيناه قص ولسق، فنفككه مرة أخرى ونعيد بناءه. والأمريكان تولوا بهذا هاي العنجهية، بهذا الفكر الغريب عجيب. في كل تاريخ الدولة العراقية من عام 21 مع تغير الأنظمة السياسية، كل نظام الحقيقة لا يأتي فيقوض الدولة التي استلمها من النظام السابق، يكمل يبني على ما وجده إلا هذا النظام. هؤلاء رجال الدولة، هؤلاء الذين تقول عنهم سمي رجال دولة، هؤلاء الذين يفكرون بفكر بناء الدولة. لاحظ كثير من الدول الآن، أنت يعني وزرت عواصم كثيرة من العالم وتشاهد أنه معالم كثيرة في هذه المدن لشخصيات يكرهونها في التاريخ كانت ضدهم، لكن لديها ميادين معينة، أسماء معينة، طرق معينة، مكاتب معينة، يحترمون إنجازاتها حتى لو كانت كانوا أعداء لها. هذه حقيقة في كل، نحن في العراق هذه يعني خاصة بعد 2003 هذا الفكر، هذه الثقافة معدومة نهائيا. يجب أن نجتث كل شيء ونخرب كل شيء لكي نبني نحن. أنتم ستبنون ماشي، طيب خربوا كل شيء وابنوا. 20 سنة لم يبنوا شيئا، لأنه ليس لديهم لا قرار ولا إرادة، لا يريدون البناء. هم يريدون بناء تراكمي للفساد والخراب. ما بنوه مؤسسة واحدة كبيرة عظيمة يخدمونها، هي الفساد دائما مستدامة، وهي الكل تخدمها. نعم. والكل ورايحها يعود إليهم، وهذه الحقيقة هي المخدومة، وتحميها الميليشيات وتحميها الفساد وتحميها إيران وتحميها أمريكا، والشعب العراقي من يدفع الثمن. فبالتالي هذه القضية تتعلق بإرادة وفكر غير متوفرة في العراق. وهؤلاء الذين يتحدثون عن البناء ليسوا طارئين على العملية السياسية. هؤلاء هم أساس العملية السياسية من عام 2003 لحد الآن، الذين خربوا هم نفسهم. أدوات التخريب هي نفسها الآن. تتحدث عن البناء، ولا يمكن لأدوات تخريب أن تصبح أدوات للبناء. هذه شكرا كذبة كبيرة. لضيفينا في حلقة الليلة من طاولة حوار، وهما الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، كان معنا هنا في الاستوديو. وشكرا أيضا لضيفنا عبر سكايب الدكتور فارس الخطاب، أيضا الكاتب والباحث السياسي. وشكرا لكم مشاهدين الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.